السلام عليكم. إليكم تمرين حول حل بعض المعادلات اللوغاريتمية إكواسيون لوغاريتميك. résoudre dans R les équations suivantes. حل في R المعادلات التالية، أربع معادلات، 1 2 3 4. إذا أولا كما هو معتاد قبل البدء في حل أي معادلة كانت، يجب أولا تحديد مجموعة تعريف المعادلة أو ما نسميه كذلك ب لو ريفيرونسييل، المجموعة المرجعية للمعادلة. إذا كما نلاحظ هنا في هذه الأسئلة بأربعة، المعادلات بأربعة، لاحظوا عندنا اللوغاريتم ني بيغيان دو إكس، وكما قلت سابقا اللوغاريتم ني بيغيان ما كيقبلش الأعداد السالبة وكذلك معها الصفر. إذا هنا لوغ إكس، إذا هذا الإكس هذا خاصو يكون أكبر قطعا من صفر. إذا بالنسبة ليهم بربعة، بلا ما نعاود نكرر كل مرة نكتبها، لونسومبل ديفينيسيون دو توت لي زيكواسيون إي لونسومبل زيرو أوفر بلوس لانفيني، سيتادير المجموعة المرجعية أو ما نسميه بلو ريفيرونسييل هو صفر مفتوح زائد لا نهائي. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى. المعادلة الأولى لوغاريتم نيبيريان دو إكس لو تو أو كاري موان دو فوا لوغاريتم نيبيريان دو إكس. كنلاحظو أن عندنا تعميل هنايا بلوغاريتم نيبيريان دو إكس. إذا غادي نعمل سولا إيكيفو، تكافئ المعادلة تكافئ لوغاريتم نيبيريان دو إكس فاكتور دو أونتر بارونتيز لوغاريتم نيبيريان دو إكس موان دو إيكال أزيرو. عندنا جداء هنا يا منعدم، هذا يعني أو يكافئ أن أحد العاملين أو كلاهما منعدم، سيتادير لوغاريتم نيبيريان دو إكس إيكال أزيرو أو لوغ نيبيريان دو إكس موان دو إيكال أزيرو. سولا إيكيفو أدير، أشنو هو العدد ديال لوغاريتم نيبيريان ديالو كيساوي صفر؟ هو x يساوي 1، الحل الأول. و هاد ناقص 2 نحولها للطرف الثاني، غتصبح لوغاريتم نيبيريان دو x إتيكال أ 2. سولا إيكيفو أدير كو x سوا x إيكال أ 1، و يعني هاد لوغاريتم هاد 2 هادي رجعها لوغاريتم. إذا شنيا؟ إذن هنا هي 2 هنايا في 1، في 1 هاد 2 غنحمل أن نعتبرها 2 في 1. إذن لوغ نيبيريان دو إكس إيكال أ 2، وهاد 1 شنو هي لوغ نيبيريان ديال أ، وهاد 2 يطلع حسب خصائص اللوغاريتم. إذا غتصبح عندي إما إكس تساوي 1 أو لوغ نيبيريان دو إكس إيكال لوغ نيبيريان ديال أو أو كاري. هاد الإثنان اللي هنا يرجع لبلاصتو في كان في الأول، كان هنا كان بويسونس إكسبوزون أو إكسبوزون دو. إذا هنا تكافئ تكافئ حسب خصائص اللوغاريتم إما إكس يساوي 1 أو يعني هنا لوغ دو إكس لوغ دو أ إيكال لوغ دو بي إيكيفو أ أ إيكال أ بي، دونك إيكيفو أ إكس إيكال أ أو أو كاري. إذا جوج حلول، وبالتالي مجموعة حلول المعادلة إس 1 غنسميها رقم 1 هي 1، متكونة من العددين 1 ومن الحلين 1 و أو أس 2. نمشو للمعادلة الثانية. المعادلة الثانية هي لوغ دو إكس لو تو أو كاري بلس لوغ دو إكس موان دو إيكال زيرو. ثانيا لوغ دو نيبيريان دو إكس، وهاد الأعداد ما نسيت هنايا عفوا، هادو راه بجوجهم
هادو بجوجهم كينتميو الى صفر الاسلام فيني، ان ينتمي الى صفر عفوا الاسلام فيني، وكذلك حتى او اوسيتنان هو ينتمي الى المجموعه المرجعيه. لو لقينا شي حل ما كينتميش للمجموعه المرجعيه خاصنا نتخلصوا منه وما ناخذوش بعين الاعتبار. اذا غنمشيو دابا للمعادله الثانيه، لوغاريتم نيبيريان دو اكس جي دي لو تو او كاري موان لوغاريتم نيبيريان دو اكس، نتاكد بلس موان دو بلس ici موان دو بسيت بلوكا ننتظر حتى موان دو إيغال أزيغ. إذن هاد المعادلة هادي غادي نعملو ليها ما نسميه بالشانجمون دو فاريابل، سولا إيكيفو أدير كو، لاحظوا أنها غتحول لينا إلى معادلة من الدرجة الثانية، تي أو كاغي بلوس تي موان دو إيغال أزيغو، أفيك تي شنهيا؟ تي راه هي اللوغ نيبيريان دو إكس. إذن باش نحل المعادلة تي أو كاغي بلوس تي موان دو خاصني نحسب ليها المميز ديالها لو ديسكغيمينو، دلتا إي تيكال بي أو كاغي أن أو كاغي سي أن موان كاتر و أن و سي و موان دو إيكال أن بلوس ويت صافي نف، إي نف strictement positif. Donc l'équation t au carré plus t moins 2 admet deux solutions réelles distinctes. Donc t1 l'oulagans moins t1 égale à moins b, b est 1 moins b est moins 1 plus racine carrée de delta est 3 sur 2 a sur 2 égale 3 naqs 1 2 على 2 هي 1. والحل الثاني سميو تي اثنان يساوي موان بي موان زان موان غاسين كاري دو دلتا سور دو زا تيقال موان كاتر موان كاتر سور دو صافي موان دو. دونك ليكواسيون ديالنا غتولي تكافئ تي égal à 1 ou t égal à moins 2 et t égal log népérien de x. Ceci équivaut à dire que ولاو عندنا جوج الحلول دابا غنعمل هكذا. هذا الرمز هذا راه كنعني به او، هذا وهذا كنعني به اي. اذا اما لوغ دو اكس ايغال ان او لوغ دو اكس ايغال ان موان دو. Donc ceci équivaut à dire que n'ajoute l'holour x égale à e log de x égale à 1 équivaut à dire que x est égal à e. On a ya x est égal à exponentielle moins 2. Exponentielle moins 2 c'est 1 sur exponentielle 2, c'est-à-dire 1 sur e car e ينتمي الى
صفر إلى المجموعة المرجعية دائما رد البال، وكذلك حتى واحد على أ أس 2 ينتمي حتى هو إلى المجموعة المرجعية، لأنه موجب، هذا موجب وهذا موجب. إذن الآن يمكن لي نكتب مجموعة الحلول ديال المعادلة ديال ما هي عندها جوج حلول أ، الحل الأول، والحل الثاني هو أن سيغ أو أوكا. نمروا للمعادلة رقم ثلاثة ثالثا. معادلة رقم ثلاثة شنو قلنا فيها؟ log de x لو تو او كوب موان 27 ايكال ا زيرو. log de x، log ني بي ريان دو x، لو تو او كوب موان 27 ايكال ا زيرو. باغ ايكيفالونس معادلة تكافي log ني بي ريان دو x او كوب موان 27 تحولها للطرف الثاني غتولي هي 27. Cela équivaut à dire log n'est pas rien de x, le taux au cube, 27, 27, dire la décomposition de la, c'est le theta qui est notre soud, c'est le theta qui est notre theta, c'est le theta qui est notre 1. Idem 27, il y a 3 à la puissance 3. Cela équivaut à dire, il m'a dit que la racine cubique est là, ou la moubachara log a au cube égale à b au cube équivaut à a est égal à b. Donc ici, logarithme n'est pas rien de x, la graphe de moujeb est égal à 3. Et cela équivaut à dire que x égale exponentielle 3. Exponentielle 3, c'est un nombre positif. Il appartient au référentiel. Il est le mjmou al-marjiya. Idem, S, tleta, mjmou al-tholu al-mu'adel al-talita, عند حل واحد فقط, و E, OK. غنمشيو للسؤال الأخير، المعادلة الرابعة. رابعا، المعادلة الرابعة أشنو قلنا فيها؟ log دو إكس أو كيب موان دو log دو إكس أو كاري. log ني بي ريان دو إكس، le taux au cube moins 2 log n'est pas rien de x le taux au carré plus log n'est pas rien de x moins 2 égale à 0 plus log n'est pas rien de x moins 2 égale à 0. بغيتي دير لو شونجمون دو فاريابل لوغ دو اكس ايكال تي، غادي تحول لك الى تي او كوب موان دو تي او كاري بليس لوغ دو تي موان دو ايكال زيرو. دونك غادي نكتبوها، غادي نديرو ليها هكذا. سولا ايكيفو ادير كو ليكواسيون ديالنا باغ لو شونجمون دو فاريابل غتولي تي او كوب موان دو تي او كاري plus t moins 2 égale 0. Avec t, c'est log n'est pas rien de x. Et donc, on va faire la t au cube moins 2 t au carré plus t moins 2 égale à 0. يعني لاحظوا هنا واحد القضية مهمة جدا، غناخد هاد جوج الحدود هادو بحدهم وهادو بحدهم، إذا اش غتعطيني؟
نعمل بال تي او كاري هنا، تي او كاري فاكتور دو تي موان دو بلوس تي موان دو و ان، في طبيعة الحال تي موان دو فوا ان قالا زيرو. جو فاكتوريز باغ تي موان دو، ها هو هنا عامل مشترك، ها هو تي موان دو فاكتور دو تي او كاري. هاد تي موان دو هادي درتها عامل، غتبقى لداخل داخل القوس تي او كاري بليس بليس تي موان دو الأخرى الثانية هادي درتها عامل مشتركة هي مكانها غيبقى بليس أن تي أو كاريس باردون إيكال أزر. دونك un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ceci équivaut à dire que t moins 2 égale 0 ou t au carré plus 1 égale à 0. Donc l'équation d'Yana, cela équivaut à dire que هاد تي موان دو اش كتعطينا كسوليسيون تي ايكال دو، وهادي نا با دو غاسين غيال، هادي هادي اللي غندور عليها نا با دو غاسين غيال. علاش؟ لان بليس ان لو كانت موان زان غيكون عندها دو سوليسيون. دونك نوتر ايكواسيون، نوتر ايكواسيون رقم 4 ايكيفو ا دير كو alors le changement de variable t égale à 2 t égale 2 et t égale log népérien de x. نزيد صفحة أخرى. ceci équivaut à dire que log népérien de x égale à 2. ceci équivaut à dire que x égale à e au carré. et e au carré il appartient à 0 plus l'infini. donc notre équation a pour solution numéro 4 une seule solution qui est E au carré. Voilà, c'est la fin de cet exercice. إذن أترككم إلى فرصة أخرى بحول الله، ولكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة، تفعيل جرس التنبيه، ومشاركة محتوى هذا التمرين مع أصدقائكم وزملائكم. إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين جديد بحول الله.